قول خلينا في المنتخب الاول، شايف ان في حلول في الاصابات دي كلها؟ يعني الحمد لله امام عاشور ان شاء الله يرجع، لعيب مهم جدا في نص الملعب. ان شاء الله محمد شناوي يرجع، لعيب مهم جدا لمنتخب مصر. مين اللي يقف في المنتخب؟ محمد شناوي ما يبقى سليم. لو ما لحقش ومصطفى اللي بيلعب، مين اللي يقف؟ احمد الشناوي. احمد الشناوي انا شايف ان احمد رقم الشناوي اتنين. احمد الشناوي رقم اتنين، ممكن يكون مصطفى، شوبير، عواد، يعني كده. يعني لو في مقارنه بين مصطفى وبين عواد، الاثنين بيلعبوا زمالك واهلي، والاثنين ما عندهمش خبرات في مع المنتخب. يعني ولا شوبير عنده الافضليه لمين من ولا وجهه عواد، نظرك؟ الاثنين بيلعبوا افريقيا مع انديتهم. يعني عواد بيلعب افريقيا مع الزمالك، ومصطفى لا انت شلبي. الافضليه لمين فيهم من وجهه لا نظرك؟ مفيش افضليه، انا مش شايف ان فيش افضليه، بس يمكن عواد يمكن خبراته اكبر شويه، لعبه لماتشات افريقيا اكتر، سواء مع الاسماعيلي، مع احترف في السعوديه، خبراته اكتر من ان شاء مصطفى الله باذن الله ابو شوبير. جبل يرجع بالسلامه ويتالق ويكسر جبل خلاص انتهى كمان. انت انتهى خد ازاي؟ بالك انتهى مشواره السنه دي، يعني مش هيلحق. يعني ان شاء الله يرجع نمره اتنين يا بالسلامه. كابتن سيف، محمد شكري كان كابتن، حسام واخد محمد شكري، وكان مستبعد صليبي. فتوح، وكان واخد احمد حمدي. محمد شكري جاله صليبي، الصليبي، ربنا يشفيه ربنا ويعافيه يا يرجعه رب ان شاء بالسلامه الله. برضه. وفضل دلوقتي محمد حمدي، اعتقد كابتن حسام هياخد فتوح الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن خالد شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا ليك كابتن سيف، وشكرا لكل مشاهدينك. شرف وجودك. مين احسن في التوقعات، انت ولا دينا؟ لا طبعا دينا سليم هي ملكة التوقعات. دينا سليم انت عايز تودينا في داهية عشان يا عم. تروح يا ابن اللذينة. بالظبط كده. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كابتن خالد الغمدور، بشكره شكرا جزيلا. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. اشوفكم بكره على الف خير.